بسم الله الرحمن الرحيم. بالفعل كان الحزب ينظم المؤتمر الوطني الثامن في التزام تام بالقرار ديال المؤتمر الوطني الاستثنائي اللي كان قرر باش نعقدوا هذه الدورة قبل نهاية هذه السنة، والحمد لله يعني بعد نجاح كل التحضيرات سواء على مستوى الجهات او على مستوى المجلس الوطني الذي حضر كل يعني الاوراق الرئيسيه والضروريه التي سيصادق عليها المؤتمر، فالحمد لله اليوم تكتمل الصوره، واعتقد انه الحزب امام رهان ديال تتويج واحد المسار ديمقراطي داخلي حقيقي، وكنتمنى ان شاء الله انه بالفعل اليوم راح في الساعه 10 اكتمل النصاب القانوني ديال عقد المؤتمر، فبعد قليل ان شاء الله سنعطي الانطلاقه لهذا المؤتمر.